صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم. وأوضح أنه بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أن هذا من شأنه تسهيل وتسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60 إلى 80 شاحنة يوميا. كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف، بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس الأربعاء. وأوضح رشوان أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة فقد بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طن، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طن، وحجم المياه 13936 طن، فضلا عن 222 قطع من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5000 طن من المواد الإغاثية الأخرى وعدد 48 سيارات إسعاف. وقد تم إدخال 2678 طن من الوقود خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، إضافة إلى عبور 14023 شخصا من الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة. وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.